السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتحصل في الكويت، وناس كتير يعني بتيجي للأسف بتشوفها وبتتعرض ليها وبتأثر على حياتها فترة كبيرة جدا من العمر. يعني أقل شيء اللي بيكون محظوظ بيتأثر معاه سنة وسنتين، فلازم نهتم جدا للمعلومة دي أو الموضوع ده. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ناس كتير جدا بيبقى عندها حلم ان هي تيجي الخليج او تيجي الكويت، بالذات فرق العملة والشغل ويمكن الحالة الاقتصادية في مصر مش قد كده او في اي دولة حتى. فالناس كلها بتبقى عندها دايما هدف الهجرة لاي سبب، بتسمع او بتشوف الناس اللي هي التجارب الناجحة. بس اكيد لو انت شايف تجربة فاشلة مستحيل تشوفها، لان مش هتوصلك. التجارب الناجحة كلها هي معظمها اللي بتوصل للناس. دايما لما تشوف فيلم او حاجة ما بيحكيش عن قصة واحد فاشل، دايما بيحكي لك عن قصة واحد تعب وعمل من الصفر او من تحت الصفر وبقى مليونير وملياردير في ساعة في الفيلم. طبعا انت ما تعرفش مدة التعب والمجهود ده قد ايه. فقصص النجاح ما بتجيش بسهولة، دي اول حاجة. تاني حاجة لازم نتكلم بقى بالراحة خالص، انا عايز اجي الكويت او حتى دول الخليج، بس انا بتكلم خصوصا الكويت لان انا موجود في الكويت دلوقتي. انا عايز اجي الكويت واشتغل، لازم احط شوية اعتبارات قبل ما افكر اجي الكويت. اولها انا هاجي الكويت ليه؟ انا هاجي الكويت عشان اشتغل واكسب فلوس. فطبيعي ما تعملش عكس اللي انت عايز تعمله وتدور على نتيجة وتلاقي نتيجة صح. ما ينفعش انا اروح ادفع فلوس عشان اجي الكويت. إذا أنا دفعت الفلوس حتى أدفع اللي هو التزاماتي، أدفع تذكرة الطيران، أدفع الرسوم الإدارية اللي هي الخاصة بالفيزا أو تأشيرة الدخول أو الكلام ده. نصيحة، ناس كتير بتسمع عن كلمة الفيزا الحرة، هو ده سبب الحديث بتاعي النهاردة. نصيحة، ابعد خالص عن اللي يقولك أنا عندي فيزا. اللي بيقولك أنا عندي فيزا أو في حاجة اسمها فيزا حرة، ما فيش أي حاجة اسمها فيزا حرة في الكويت. بيقولك كده إنسان كذاب. الكويت فيها رقابة صارمة جدا على العمل. مفيش حاجة اسمها انا اجي اشتغل، عشان برضو دي مفاهيم مش موجودة عند المصريين كتير. احنا مثلا في مصر ممكن اشتغل في مكان واطلع اروح اقعد، مش عاجبني الشغل اروح شركة تانية تالتة الكلام ده. هنا مش متاح الكلام ده. هنا عشان تنقل من مكان لمكان يعني انت في حاجة اسمها اقامة وحاجة اسمها كفيل. الكفيل دي اللي هي كفالتك، مين اللي بيكفلك داخل دولة الكويت. مفيش تيجي تقعد كده لوحدك. كفيل ده يعني بيكون شركة، ممكن يكون شخص صاحب الشركة نفسها، ممكن تكون واحد بتشتغل عنده في مزرعة في بيت في مصنع في أي مكان، سواء أو أي حاجة، أي مهنة كنت بتشتغلها. الكفيل ده مهمته إن هو بيديك طبعا التزاماته المادية عليك أو الراتب بتاعك أو الكلام ده، وبيتحمل مسؤوليتك القانونية أداء أمام الدولة. بيكون هو المسؤول عنك لأن بيبقى كل بياناته متسجلة على اقامتك انت. انا على اقامة شركة سين صاد، فبتلاقي اسمك موجود على نفس الاقامة. لما بتحب تعمل اي حاجة لازم ترجع للشركة. فازاي انا اجي اقامة حرة؟ يعني معنى اقامة حرة يعني انا مش على حد، مش على شركة ولا على اي حاجة، بس جاي كده وخلاص. او احنا لما بتيجي تقول اقامة حرة الناس بتبقى فاكرة ان هو هيجي وهيدور على شغل يلاقيه فيقعد يشتغل في المكان ده. في حاجة اسمها شؤون، الشؤون دي بتيجي تراقب عليك. الشؤون دي زي كده زي ما بنقول مش عارف يمكن اسمها البلدية في مصر، او هي مش موجودة في مصر بس يعني ايه هي اسمها الشؤون. الشؤون دي وظيفتها ان هي بتروح الشركات او المصانع او اماكن العمل عموما، ويروح يشوف الناس اللي بتشتغل في المكان ده مطابقين او هم نفس الاشخاص اللي على اقامة المكان ده، ولا في ناس زيادة او في ناس مش موجودة. اذا لقى حاجة من الحاجات دي بيعمل مشكلة للشركة. طيب اذا انا دلوقتي بشتغل مثلا في مطعم، وجي دخل عليا لقاني انا في مطعم مثلا السلام واقامتي على شركة عبد الله العنازي مثلا، فهاجي الاقي نفسي انا في المطعم بس انا اقامتي في مكان تاني. الشؤون بتعمل حضرتك بتاخدك وتعمل لك قضية وتعمل لك ابعاد. خلاص انت كده ايه، رجعت الكويت، رجعت من الكويت تاني ورجعت مصر على ما فيش. وكمان بتبقى يعني سيبك من البهدلة ان انت بتخش تبقى موجود في مكان سجن اداري او كده، ولكن برضو اهانة وبهدلة على الفاضي. في ناس للأسف
تدفع 1500 دينار و1700 دينار و2000 دينار، دلوقتي بقت ليها تسعيرة. عايز تيجي الكويت تدفع مبلغ. نصيحة لوجه الله، عايز تيجي الكويت أهم حاجة تعالى، محدش قالك ما تجيش، الرزق ده بتاع ربنا. اللي يقولك لا أصل ما فيش شغل، أصل الدنيا عيانة، الدنيا ميتة، سيبك من الكلام ده كله، ربك بيوضع الرزق وبيسببه لك في المكان اللي انت فيه. ولكن ربنا ما قالناش ندفع فلوس عشان نشتغل، محدش قال كده، ربنا حتى مش هيبارك لك. انت اذا جمعت الفلوس دي تبقى فضل ونعمة من عند ربنا. فاول حاجة لازم دايما تيجي الكويت، لازم تدور على حد يكون موثوق وتعرفه داخل الكويت. اذا قال لك انا عايز فلوس، اعرف ان هو نصاب، كان نفع نفسه، كان جه هو الاول. دي تاني نقطة. تالت نقطة موضوع الحاق العمالة. في ناس بتجيب شغل وكلام ده، اطمن للمكان اللي انت جاي ليه، اسأل عنه المكان ده يا جماعة كويس ولا لا، ابحث على الانترنت الشركة دي بتدي الناس فلوسها ولا لا، بتدي التزاماتهم الحقيقية ولا لا. ما يكتب لكش في العقد 150 دينار وتلاقي نفسك بتيجي تقبض 70 و80 دينار. ما تجيش تلاقي مثلا مكتوب ان انت ليك اقامة وليك سكن وليك وليك، وتيجي تفاجئ ان انت ملكش اي حاجة، انت اللي هتصرف من جيبك من اول وجديد. ده بالنسبة للناس اللي جاية على إقامة أصلا، يعني جاية وعارفة الشغل والكلام ده. بالنسبة للناس اللي هي بيقولوا عليها إقامة حرة، يعني مفيش حاجة اسمها إقامة حرة زي ما قلت قبل كده. الناس اللي جاية الإقامة حرة دي يعني للأسف بيشتروا سمك في مية أو بيشتروا الهوا، بمعنى أوضح يعني ما بفيش أي حاجة اسمها بالاسم ده. كل اللي بيحصل إن هو بيسيبك لمصيرك، كأنك ركبت قارب الهجرة كده ويحدفك، يلا انزل سافر على اوروبا ويسيبك هناك. انت وصلت وصلت، ما وصلتش خلاص. بس في الكويت مفيش للأسف، انت ما بتوصلش. مهما توصل هنا لإقامة بتكون يا اما دفعت يعني اللي انت كنت عندك امل ان انت تكسبه، اكيد هتكون خسرته في الفلوس اللي انت دفعتها كإقامة حرة. بيبدأ يستغلك بعض النفوس المريضة هنا من الناس، سواء مندوبين او في بعض الكويتين اللي بيستغلوا النقطة دي وبيستغلوا انه ياخدوا فلوس الناس بالحرام بكده. طبعا مش كل الكويتين، طبعا في ناس كتير ما بتقبلش الموضوع ده على نفسها، وناس كتير عرفها ملهاش علاقة خالص بتجارة الإقامات والحاجات دي. ولكن يعني الواحد دلوقتي بيشوف حاجات غريبة في الكويت. ناس كتير موجودة هنا شباب زي الورد وموجودين في الكويت، وتيجي تلاقيه دافع مبلغ رهيب. يعني انا كذا حد يجيني في الشغل وعايز يشتغل، ويعني ما عايز اقول له تعالى، بس ما اقدرش اقول له اشتغل وانت اقامتك على اقامه مكان تاني. الاقامه طبعا دفع فلوسها، دفع له 1500 دينار اقل واحد والله شفته في الكويت هنا شباب. يعني الله اعلم هو جاب اصلا منين 1500 دينار. 1500 دينار دي يعني حوالي 80000 جنيه او اكتر شويه. جايب منين 80000 جنيه؟ يعني اذا انت جايب 80000 جنيه، والله لو كنت عملت مشروع بسيط في مصر كان اكرم لك. ازاي يعني؟ احنا الوضع بقى صعب جدا، الناس بقت بترخص قيمتها. لو انا دلوقتي كعامل جاي عايز اشتغل وبدفع فلوس، فانت بتطمع اللي انت جاي تشتغل معاه اصلا، يعني حتى لو هو ملاك انت بتطمعه فيك، بتقول له انا مش محتاج فلوس، انا جاي ادفع لك فلوس. فبالعقل كده يعني ما تتوقعش حاجة عكس نت. يعني انت بتعمل فعل، دور استنتظر رد الفعل. انا دفعت فلوس، يبقى انت منتظر حد يديك فلوس. صعبة شوية الموضوع ده، وإن كانت مشيت مع واحد أو اتنين مش معناه إن هو ده الصح ولا هو ده السائد. نصيحة لوجه الله، أي حد يقولك في حاجة اسمها فيزا حرة أو إقامة حرة، عرف إنه كذاب. حاول إن أنت لما تفكر تيجي الكويت تيجي بزيارة عائلية لو عندك قرايب هنا أو حد، تحاول تيجي بفيزا تجارية تشوف الوضع البلد إيه الأول، لأن في ناس كمان ما بتعرفش تتأقلم هنا في البلد كتير بسرعة. في ناس ما بتعرفش تبقى عندها رغبة السفر والهجرة، ولكن ما بتعرفش لما بتيجي تعيش في الواقع نفسه بتتعب. الكويت بلد عمل، محتاجة ان انت تكون راجل هنا عشان تعرف تشتغل وتعيش. مش محتاجة ان انت تيجي اللي هو تضيع وقت، يعني بمعنى اوضح. فلازم كل ده تحطه في دماغك وفي حساباتك. انا حبيت افضفض معاكم في الكلام ده، واسف للاطالة، ولكن والله لان انا يعني بيصعب عليا ان انا بشوف ناس جاية هنا وبتحاول تجري على لقمة العيش وتيجي تصرف فلوس من جيبها بسبب شوية حرامية ونصابين بينصبوا على الناس هناك وبيستغلوا جهلهم بالقوانين الكويتية أو الإجراءات اللي بتتم هنا. البلد هنا صارمة جدا في قانون العمل، مفيش هزار. إذا أنت اتمسكت في مكان أنت إقامتك مش عليه، فعرف أن أنت يعني في سجن الإبعاد على طول. إبعاد ده، سجن الإبعاد ده إبعاد إداري، بتغادر الكويت ما بتدخلهاش تاني. يعني سيبك من البهدلة، كفاية عليك ان انت خسرت فلوسك دي، كفاية.
وناس كتير بتيجي هنا بتقعد بالست شهور والسنة ما فيش شغل، تصرف منين؟ يعني تبقى كارثة لو انت كمان متجوز ومخلف وعندك التزامات شهرية. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من كلامي، اللي عنده موقف او عنده ظرف او عنده حاجة حصلت له داخل الكويت يحكي لنا عليها، اذا كان في مندوبين تعرفوهم بعينهم او نصبوا على ناس او عملوا حاجات للناس، كل واحد يحكي لنا تجربته يعني بمعنى اوضح في الكومنتات، لعل وعسى كلنا نستفيد منها سواء كنا على اليوتيوب او على الفيسبوك. وان شاء الله انتظرونا في حلقات كتير جديدة، وان شاء الله اذا في كمان توفرت معنا فرص عمل، توفرت معنا اي حاجة نقدر نقدمها للناس، ان شاء الله هنقولها برضو في فيديوهات لاحقة ان شاء الله. انتظرونا ان شاء الله في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.